جياد وافراس الانتاج. فتحت البوابات على بركه الله لتنافس يجمع جياد وافراس عمر الثلاث سنوات التي فازت من سباق الى ثلاثه سباقات على مسافه 1400 متر لبحث عن انتصار جديد يضاف الى انتصاره الاول المسجل في سجلاتها السباقيه. الانطلاقه تبدا الان ساطيه مع ايضا هضبان من الداخل وايضا محاولات تقدم من قبل احمد في المركز الثالث. الصداره من الداخل لهضبان وساطيه. هضبان وساطيه جياد وافراس عمر الثلاث سنوات. هضبان ابن وثاب من الداخل في صدارة هذا الشوط. المركز الثاني لساطية وأيضا محاولات أحمد وكذلك منظر ودخول لتوحيدة الآن فيما الصدارة ومفراس أيضا يحاول فيما الصدارة والتحادي لما بين هضبان وساطية والاقتراب من المنعطف الأخير. ساطية من الخارج وهضبان من الداخل الاقتراب من بداية 400 متر وهضبان يتقدم مشاهدين الكرام فيما تحاول ساطية وكذلك محاولات الأقر والدخول يأتي من توحد من مفراس الآن في المركز الثالث فيما هضبان في 200 متر يتقدم ولازال وحيدا لصدارة هذا الشوط. هضبان يقدم نفسه بشكل رائع وجميل وبانتصار ثاني متتالي وأول هذا الموسم وانتصار ثاني متتالي في سجل السباقي. إذن هضبان ابن وثاب لأبنائه